العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما زال حديثنا مستمرا حول أنواع الحديث المردود، وقد سبق أن ذكر لنا المصنف رحمه الله أن المردود ينقسم قسمين: مردود بسبب سقط في الإسناد، وهذا قد فرغنا منه، ثم انتقل إلى ذكر أنواع المردود بسبب الطعن في الراوي، وقد ذكرها الناظم رحمه الله مجملة، ثم شرع يذكر الأنواع المترتبة على كل نوع من أنواع الطعن، فذكر 10 أنواع من الطعن، 5 منها متعلقة بالعدالة، الخمسة الأخرى متعلقة بالضبط، فذكر الكذب، وذكر التهمة بالكذب، ثم فحش الغلط، ثم كثرة الخطأ وفحش الغفلة والفسق والوهم والمخالفة، ثم الجهالة والبدعة وسوء الحفظ. فهذه 10 أسباب للطعن في الراوي، بعضها موجه كما ذكرنا للعدالة، وبعضها موجه للضبط. ثم شرع الناظم رحمه الله يتحدث عن كل نوع من هذه الأنواع، من أنواع الطعن، ما ينشأ عنها من الأنواع، بعضها مسمى باسم خاص ذكره الناظم رحمه الله، وبعضها لا يخص باسم وإنما يشمله اسم الضعيف أو اسم المردود. أول الأنواع الطعن التي ذكرها الكذب، وكذب الراوي ينشأ عنه نوع من أنواع الحديث المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نوع الموضوع. وكنا قد بدأنا في قراءة كلام الشارح رحمه الله حول الموضوع، وهو أنه شر أنواع الحديث. سبق معنا أننا ذكرنا أن تسميته حديث، يقال الحديث الموضوع مع أنه ملزق مفترى موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لأمور: إما لأنه مراعاة لحاله في الظاهر، إذ الكذاب الذي يضع هذا الحديث إنما يذكره على أنه حديث فيسوقه بإسناد ومتن، فصورته في الظاهر هي صورة الحديث، ولذلك احتاج المحدثون أن يذكروه وينصوا عليه. الأمر الثاني، قالوا تسميته حديثا حتى يدخل من ضمن الأحاديث فيدرس، لأننا إذا لم نسميه حديثا فلن نتطرق إليه في هذا الفن، وبالتالي سيغيب على طلبة العلم الكثير من القواعد المتعلقة به. لكن لما أسميناه حديثا حشرناه من ضمن الأحاديث وندرس قواعده وندرس طريقة كشفه ونحو ذلك. الأمر الثالث، سبب تسميته حديثا، قالوا تنزلا مع الواضع، تنزلا مع واضعه ومجاراة له فيما زعمه، فزعم أنه حديث فقلنا نعم، وسماه حديثا ليرفع من شأنه فأسميناه حديثا موضوعا لنضعه في موضعه الذي يستحقه. وكنا شرعنا في كلام الشارح رحمه الله في ذكر بالأمور التي يعرف بها الوضع،
نرجع ونقرأ من هذا الموضع وهو قوله ويعرف ذلك بأمور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. غفر الله لشيخنا وللسامعين والحاضرين. قال الشارح رحمه الله تعالى: ويعرف ذلك بأمور، منها إقرار واضعه بأنه وضعه، كما روى ابن حبان في مقدمة تاريخ الضعفاء عن ابن مهدي أنه قال: قلت لميسرة بن عبد ربه: من أين جئت بهذه الأحاديث؟ من قرأ كذا فله كذا. قال: وضعتها أرغب الناس فيها. قال ابن دقيق العيد: وإقرار الراوي بالوضع كاف في رده، وليس بقاطع في كونه موضوعا، لجواز أن يكذب في هذا الإقرار. إذن السبب الأول أو الأمر الأول الذي يعرف به كون الحديث موضوعا هو إقرار واضعه، وكما يقال الاعتراف سيد الأدلة. فإذا اعترف الراوي بكونه وضع هذا الحديث، إما تائبا، بعض الكذابين على النبي صلى الله عليه وسلم إذا تاب بين وذكر وصرح وأقر بأنه كان قد وضع أحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من يقر عند محاصرته وإلزامه فيعترف بأنه كذب ونحو ذلك. فإذن إذا أقر الكاذب بأنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ووضع عليه حديثا، حكمنا على أحاديثه بأنها موضوعة، وسواء كان صادقا أم كاذبا، لأنه لو كان صادقا في دعواه فهذا يعني أنه أقر بالوضع وفعلا الحديث موضوع، وإذا كان كاذبا في إقراره فهو كذاب وكاذب على النبي صلى الله عليه وسلم بالخصوص، فاستحق حديثه أن يهدر وأن يحكم عليه بالوضع. ففي جميع الأحوال ما دام أنه أقر بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن يكون صادقا في إقراره أو يكون كاذبا فيكون بذلك كاذبا على النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي في جميع الأحوال يستحق حديثه أن يحكم عليه بالوضع. ومع ذلك فقد يكون هذا الحديث ليس موضوعا، بمعنى أنه كذب علينا في إقراره، ولهذا ابن دقيق العيد رحمه الله قال: وإقرار الراوي بالوضع كاف في رده ولا نقطع وليس بقاطع. ولا يهمنا القطع، لأن الشريعة دائما تبنى في الغالب على غلبة الظن، فإذا وصلنا إلى غلبة الظن كفانا ذلك، وحكمنا على الحديث بأنه موضوع لأجل ذلك. نعم. وخاصة أن بعض الوضاعين أحيانا يعترفون ويقرون بوضع تشكيكا للمسلمين في الأحاديث، كما جاء بأحد الزنادقة الذين كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم وكان يضع الأحاديث، فجاء به إلى الخليفة ليضرب عنقه، فلما جهز قال: أين أنتم من 4000 حديث وضعتها فيكم؟ صومتكم يوم فطركم وفطرتكم يوم صومكم. يريد أن يشكك الناس في هذه السنة النبوية، ويريد أن يوهم الناس أنه وضع أحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم وسرت بيننا على أنها أحاديث. فقال له الخليفة: هيهات هيهات، تعيش لها الجهابدة ينخلونها لك نخلا. يعني إذا حاولت أن تضع حديثا على النبي صلى الله عليه وسلم فأن لك ذلك، وسيكشفه المحدثون. حتى إن بعض المحدثين يعبر تعبيرا جميلا يقول: إذا بات الرجل تحدثه نفسه أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لأصبح والناس يقولون: احذروا فلانا فإنه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما ذلك إلا لحرص المحدثين وشدة تتبعهم لهؤلاء الكذابين، كما سيأتي الآن الأمثلة وطريقة كشف الكذابين. إذن الطريقة الأولى في كشف كذب الكذاب ومعرفة الأحاديث الموضوعة التي وضعها هي اعترافه، ونجازيه باعترافه.
ومنها حال المروي بأن يكون مخالفا لنص القرآن أو السنة المتواترة أو الإجماع أو صريح العقل ولا يقبل التأويل، أو يكون ركيك اللفظ والمعنى كالأحاديث الطويلة التي تروى في وفاة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأئمة الحديث لكثرة ممارستهم الألفاظ النبوية هيئة نفسانية يعرفون بها ما يكون من الألفاظ النبوية وما لا يكون. إذن الأمر الثاني الذي يعرف به وضع الحديث وأنه موضوع، قال المصنف حال المروي، حال المروي يعني الحديث. وقبل ذلك هناك أيضا سبيل آخر وهو ما يسمى بشبه الإقرار. شبه الإقرار هو أن يدعي الواضع حديثا وينسبه إلى أحد الرواة، ولما يسأل عن التاريخ الذي سمع فيه هذا الحديث يذكر تاريخا لا يتناسب مع ترجمة المروية عنه، كأن مثلا يسأل ممن سمعت هذا الحديث فيقول حدثني فلان، متى سمعت منه؟ يقول سنة 250، فيقال له إن فلانا قد توفي سنة 247، فكيف سمعت منه في سنة 250 بعد موته بثلاث سنوات؟ هذا يسميه أهل العلم شبه الإقرار، لأن الكاذب يذكر كلاما لا يستقيم معه أن يكون ذلك الدعوة التي ادعاها في من سماع الحديث صحيحا. أما حال المروي فهي بالنظر في متن الحديث، إذ من أبرز علامات الوضع بعض العلامات الموجودة في الحديث نفسه. قال المصنف مثلا أن كان يكون مخالفا لنص القرآن، والحقيقة التعبير بمخالف الأولى أن يعبر بالمناقضة، لأن مجرد المخالفة التي يمكن في الظاهر التي يمكن الجمع بينها وبين النص القرآني أو نص السنة النبوية المتواترة لا يكفي في الحكم على الحديث بالوضع، لأن كثيرا من الطاعنين في السنة النبوية يتوهم المخالفة في ذهنه ثم يزعم أن الحديث موضوع لمناقضته أو لمخالفته للأحاديث أو للمتواتر أو للقرآن الكريم. فلا بد من تقييد المخالفة بأنها مناقضة صريحة، بمعنى لا يمكن الجمع بينها وبين النص القرآني أو بينها وبين السنة النبوية. ولهذا المصنف رحمه الله ختم بقوله مخالفا لنص القرآن أو السنة النبوية أو الإجماع أو صريح العقل ولا يقبل التأويل. هذا هو الضابط، لا يقبل التأويل، أي لا يقبل، لا يمكن الجمع بينه وبين الدليل الآخر. أما إذا أمكن الجمع وإنما توهمت المخالفة في الظاهر فهذا لا يعني الوضع. وكثير من الطاعنين في السنة النبوية أو من منكريها إنما يدخلون من هذا الباب، يزعمون أن هذه الأحاديث متعارضة فيريدون فيدعون تساقطها ويريدون إسقاطها. والضابط في ذلك أن نقول إنما يصح هذا إذا كان الأمر تناقضا صريحا لا يمكن الجمع بينها، وبالتالي لأن ديننا لا يمكن أن يتعارض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وعلى هذا فلا يمكن أن تتعارض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة، ولا يمكن أن تتعارض السنة النبوية مع القرآن. فإذا تعارضت السنة النبوية أو ما نظن أنه سنة مع القرآن معارضة صريحة، فلا شك أن القرآن كله متواتر مقطوع بصحته، فلا بد أن يرد ذاك النص الثاني اللي هو ينسب إلى السنة النبوية. كذلك إذا عارضت السنة أو ما نظن أنه سنة يعارض وأكرر مناقضة صريحة لا يمكن الجمع بينه وبين الحديث المتواتر، فلا شك أننا سنذهب إلى نقر الحديث المتواتر ونحكم على الحديث المعارض بأنه موضوع. كذلك الإجماع، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة، ولا بد أن يقيد الإجماع بالإجماع القطعي الذي لا يشك فيه. وصريح العقل، لأن ديننا بفضل الله جل وعلا ليس فيه شيء يتعارض مع العقل الصريح.
وهذا أيضا لابد أن نقيده بقيد مهم، وهو يحكم على الحديث بالوضع إذا تعارض مع العقل الصريح لا إذا لم يفهمه العقل، لأن ديننا جاء بأمور أو أهل العلم يقررون أن المسائل الشرعية قسمان، منها ما هو معقول المعنى يمكن للعقل أن يخوض فيه وأن يعرف العلة والحكمة من تشريعه، وهناك أمور هي تعبدية محضة يأمرنا الله جل وعلا بها امتحانا لنا في هل نتبعه فيما أمر وليقيس به امتثالنا. هذه الأمور لا يعقلها العقل ولا يمكن للعقل أن يتوصل إلى الحكمة منها ولا إلى الفائدة منها، لكن لا نجد في عقولنا ما يقتضي بطلانها. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. على سبيل المثال، لو سأل سائل في نواقض الوضوء شخص يخرج ريحا فينتقض وضوءه فيؤمر بالمضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين إلى المرفقين ويغسل رجليه، ما علاقة إخراج الريح بغسل الوجه والمضمضة والاستنشاق ونحو ذلك؟ العقل يقصر عن إدراك الحكمة من الربط بين هذين الأمرين، لكن السؤال هل العقل يقضي ببطلان أن نؤمر بذلك؟ الجواب لا، وعلى هذا يمكن أن نقبل أن يكون في ديننا شيء لا تدركه عقولنا، لكن لا يمكن أن نقبل أن يكون في ديننا أمر تحيل عقولنا حصوله، تحيل عقولنا حصوله أو ينفي، أو كل عقل صريح صحيح يقضي ببطلان هذا الأمر، وهذا أمر مهم. ولهذا سهل بن حنيف رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه في صحيح البخاري لما ذكر قصة أبي جندل في الحديبية، لما اتفق النبي صلى الله عليه وسلم مع كفار قريش في الحديبية على أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعودون ذاك العام ثم يرجعون العام القابل فتخلى لهم مكة 3 أيام، البنود المشهورة، وكان من ضمن البنود أنه إن جاء رجل من قريش مسلما إلى محمد فإن النبي صلى الله عليه وسلم ملزم أن يرده إلى قريش، وإن جاء أحد من أصحاب محمد إلى قريش مرتدا عن دينه فإن قريشا لا ترده. وبينما كان الجدال يعني الاتفاق سيبرم، إذ بأبي جندل ابن سهيل بن عمرو يقدم على النبي صلى الله عليه وسلم مسلما فارا بدينه من مكة، وكادت الاتفاقية أن تبرم، فقال سهيل هذا أول ما نجري عليه الاتفاق لأنه ابنه وجاء فارا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هبه لي، يعني دع هذا ولنشرع في تطبيق الاتفاق بعده. فقال سهيل هذا أو الاتفاق؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم مشعرا أبا جندل للفرار قيل ويح أمه مسعر حرب لو كان معه رجال، يعني كأنها فيه إشارة إلى أنه اهرب لأنني سأسلمك وفقا لهذا الاتفاق الذي بيننا وبين قريش. لما حصل هذا الاتفاق الذي في ظاهره الظلم الصراح،
يعني. ولهذا عمر رضي الله عنه وارضاه قال جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقبلها إلى أبي بكر ويقول لمن أرضى الدنية في ديننا؟ ألست رسول الله حقا وصدقا؟ ألم تقل إن داخل المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين؟ وفي كل مرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلى. قال فلمن أرضى الدنية في ديننا؟ من جاءنا مسلما نرده إليهم، ومن جاءهم مرتدا منا لا يرده إلينا، ظاهره الظلم الصراح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، وهل أخبرتك يا ابن الخطاب أن داخلوه هذا العام؟ قال لا. قال فإن داخلوه إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسنا ومقصرين. ثم مضى الحال، أبو جندل رضي الله عنه وارضاه وصاحب قصتنا هرب لما سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هرب واتخذ مكانا يسمى الساحل أو في الطريق، في طريق قوافل قريش المتجهة إلى مكة إلى اليمن وإلى الشام. وصار من يسلم من كفار قريش لا يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يخشى أن يرده إليه وفقا لهذه الاتفاقية، وإنما ينضم إلى من؟ إلى أبي جندل. فصار من يسلم ينتقل مع أبي جندل حتى صاروا مجموعة، عصابة قوية كثيرة العدد. هؤلاء المجموعة لم يكن بينهم وبين كفار قريش عهدا ولا وثيقة ولا معاهدة، فكانوا إذا سمعوا بقافلة لقريش تخرج في التجارة هجموا عليها، لأنها لا، لأنهم لا عهد بينهم وبينهم. وإذا حتى جاء كفار قريش يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم، يسألونه الرحم الذي بينهم أن يكف عنهم هؤلاء المجموعة، وأنهم يتعهدون له بأن من جاءه منهم ليقبله وليرد عليهم هذا الشرط. الشاهد من هذا أبو سهل بن حنيف رضي الله عنه وأرضاه لما رأى ذلك وكيف انتقل هذا الصلح الذي كانوا يظنونه ظلما صريحا انتقل إلى فتح، ولهذا سماه الله جل وعلا فتحا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، المقصود به صلح الحديبية. عمر رضي الله عنه وارضاه وهو من عارض النبي صلى الله عليه وسلم أو أبدى معارضته للنبي صلى الله عليه وسلم في تنفيذ هذا الاتفاق، قال والله لقد عملت له أعمالا، يعني عمل أعمالا يرجو بها أن يغفر الله له جل وعلا معارضته للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة. الشاهد سهل بن حنيف رضي الله عنه وارضاه يقول اتهموا رأيكم على دينكم، فلقد رأيتني يوم أبي جندل كدت أن أهلك مع من هلك. اتهموا رأيكم على دينكم، يعني ما قد تظنه بعقلك المجرد ولا تعقل المصلحة منه، فالمطلوب منك أن تأتمر بأمر الله جل وعلا وأن تعمل به وإن لم تدرك المصلحة. لأننا ببساطة إذا لم نفعل إلا ما عقلنا معناه فنحن عبدة لعقولنا ولسنا عبدة لله جل وعلا. فالعبد المأمور لا يسأل سيده متى ما وجهه وأين ما وجهه. العبد لا يسأل سيده فيما يوجهه إليه، أينما يوجهه السيد يذهب، لأنه ملك لسيده وعليه أن يطيعه. لا يسأل سيده لماذا أمرتني، وإنما يسأله بما أمرتني. ولهذا السلف وأهل العلم يقولون المسلم الحق يسأل بما أمر الله لا لما أمر الله. صحيح إن تبينت لنا الحكمة وتبينت لنا العلة التي من أجلها أمرنا بهذا الأمر فذاك يزيدنا اطمئنانا ويزيدنا إيمانا بما جاء في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن إذا لم نفهم ذلك لا يعني أن نرجع على ديننا بالطعن أو ألا نقبل ذلك. وهذا هو الفرق بين المناقضة العقل وبين ما لا ندركه بعقولنا. إذن من القرائن من الأمور الدالة على الوضع مناقضة
الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم لصريح العقل. من العلامات أيضا الموجودة في المروي قال أو يكون ركيك اللفظ والمعنى. النبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم، أبلغ العرب بل أبلغ الناس، ولهذا لا يمكن أن يكون حديث للنبي صلى الله عليه وسلم ركيك المعنى، كفيه مبالغات زائدة، كأن يذكر الثواب العظيم الجزيل على الفعل البسيط اليسير، أو العكس أن يذكر فيه العقوبة الشنيعة على الأمر اليسير التافه. ولهذا السبب ركة الألفاظ وركة المعاني دالة على ذلك. والكلمة التي ذكرها الشارح ولأئمة الحديث لكثرة ممارستهم الألفاظ النبوية هيئة نفسانية يعرفون بها ما يكون من ألفاظ النبوة وما لا يكون، هذه من أروع الأدلة التي يستخدمها المحدثون في الحكم على الحديث بالوضع. من عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم وعاش مع سنته واختلطت بدمه وروحه سيميز بين ما يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما لا يصح، والواحد منا يشعر بذلك مع أصحابه ومع من يعرف. أحيانا ينقل إليك كلام عن فلان تقول فلان لا يمكن أن يقول ذلك، ما أعرفه عن أخلاقه وسيرته يجعلني أجزم بأنه لا يمكن أن يقول ذلك، فيقال لك فلان أن نحن نجزم بأنه قال، تقول أبدا مع أنك لم تحضر ولم تسمع، لكن معرفتك اليقينية به تجعلك تنفي هذا الكلام. لماذا؟ تقول لأني أعرف شخصيته ولا يمكن أن يصدر عنه مثل هذا الكلام. المحدثون كذلك لكثرة ممارستهم لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وسعة اطلاعهم وكثرة معرفتهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يميزونها، بل الأمر أعظم من ذلك، يميزون حتى أحاديث الرواة فيقولون هذا لا يشبه حديث فلان وليس النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن حتى الرواة بعض كل منهم له اهتماماته، فتجد من يهتم بالأحاديث الرقاق، من يهتم بأحاديث العبادات، من يهتم بالأحاديث المتعلقة بالعقائد وهكذا، فكل منهم مهتم بأمر. لذلك أهل الحديث إذا ذكر في الإسناد راو يقولون هذا لا يشبه حديث فلان ونحو ذلك. ومنها حال الراوي كما روي أن غياث بن إبراهيم دخل على المهدي بن المنصور وكان يعجب المهدي اللعب بالحمام وبين يديه حمام، فقيل له حدث أمير المؤمنين، فقال حدثنا فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح، فزاد أو جناح، فأمر له المهدي ببدره فلما خرج قال المهدي أشهد أن قفاك قفا كذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جناح، ثم قال إنما حمله على ذلك الحمام وأمر بذبح الحمام ورفض ما كان فيه. أيضا من القرائن أو من القرائن التي يستخدمها المحدثون في الحكم على الحديث بالوضع حال الراوي، والمقصود بحال الراوي هو الحال التي ساق لأجلها الحديث، ويذكرون في ذلك أن أحيانا ذكر الحديث في سياق معين يدل على الوضع، والمثال الذي ذكره قصة غياث بن إبراهيم لما دخل على المهدي ووجده يلعب بالحمام فحدثه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، هكذا هو الحديث، فزاد فيه أو جناح تزلفا للمهدي وتقربا إليه كما ذكر في القصة. وإلا الحقيقة هذه القصة في إسنادها ضعف، وضعفها غير واحد من أهل العلم، وقالوا أيضا المهدي معروف بشدته على الزنادقة وعلى الوضاعين، وإذا كان كذلك
لا يمكن أن يكافئه بعشرة آلاف درهم وهو يشهد بالله أن قفاه قفا كذاب. لكن مثل هذا يعني إذا قيل كما قيل لأحد الناس رجع ابنه يبكي قال ما لك؟ قال ضربني المعلم الذي يدرسه القرآن. فقال والله لأسوأنهم، حدثني فلان قال أخبرني فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شراركم معلمو صبيانكم. فمثل هذا حاله يدل على أنه كاذب. رجل آخر يبيع الباذنجان في أمام المسجد فلم ترج سلعته، فلما رأى الناس ينفضون من المسجد ولا يأبه له أحد قال حدثنا فلان أخبرنا فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل باذنجان في لقمة واحدة، إشعارا منه أو كذبا منه وادعاء أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الباذنجان إلى درجة أنه التهم باذنجان في لقمة واحدة، فانهال الناس عليه. واليوم أيضا نجد بعض المهتمين ببيع الأعشاب ونحو ذلك يبيعون الزنجبيل ويذكرون فيه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضله، حتى إن بعض الرواة كان يلقب بالزنجبيل لأنه وضع هذا الحديث. وللأسف اليوم نجد بعض هؤلاء العطارين تجد عنده بعض النشرات فيها ذكر هذه الأحاديث التي يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها في مدح الزنجبيل وفي الثناء عليه وفي فوائده. نعم. والوضاعون أو والواضعون منهم من يضع كلاما من عند نفسه، ومنهم من يضع كلاما لبعض الحكماء أو الزهاد أو الإسرائيليات ونحو المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء، فإنه من كلام بعض الأطباء لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الآن على تصنيف الكلام الموضوع. بعض الوضعين يضع كلاما من عنده، يعني يخترع كلاما من عنده وينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما ذكرنا أكل النبي صلى الله عليه وسلم باذنجان في لقمة واحدة، هذا كلام مخترع. أو يكون كلاما طيبا لبعض الناس فينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم زورا وبهتانا، مثل المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء، فإنه من كلام بعض الأطباء ولا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل أحيانا يكون الكلام لبعض صالحي هذه الأمة فينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ونحو حب الدنيا رأس كل خطيئة، فإنه إما من كلام مالك بن دينار كما رواه ابن أبي الدنيا في مكائد الشيطان، أو من كلام عيسى بن مريم كما رواه البيهقي في كتاب الزهد، ولا أصل له من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا من مراسيل الحسن البصري كما رواه البيهقي في شعب الإيمان، ومراسيل الحسن البصري عندهم شبه الريح كذا قال شيخنا الحافظ عبد الرحيم. مراسيل الحسن عندهم شبه الريح لأنه يروي عن الضعفاء وعن الثقات، ولا يروي يعني لا يلتزم بالرواية عن الثقات فقط، فهو من صغار التابعين، فإذا روى ففي الغالب مراسيله كما قال شبه ريح. ومنهم من يضع إسنادا صحيحا لمتن ضعيف ليروج به ذلك المتن. وأحيانا إذن الوضاع يركب الأسانيد، أحيانا الحديث صحيح ليس حتى ضعيفا، أحيانا يأتي للحديث الصحيح فيركب له إسنادا آخر يعني ليوهم أنه قد رواه من غير هذه الطريق، وأحيانا يأخذ لفظ حديث ضعيف فيلزق به إسنادا صحيحا ليروجه، لكن هذا لن يروج لأننا سنجد هذا الكذاب في إسناده فلا ينطلي على المحدثين. نعم. وأيضا منهم من يتعمد الوضع إضلالا كالزنادقة. هذا الآن الكلام على سبب الوضع، ما هي الأسباب التي تحمل الناس على الوضع؟ لماذا يضع الوضاعون هذه الأحاديث؟ أبرز هذه الأسباب الزندقة، يعني الطعن في الدين. والزنديق هو من يظهر الكفر، من يظهر الإسلام ويبطن الكفر، فهو
يروي أحاديث على يعني يضع أحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا هذه الأحاديث تكون ظاهرة البطلان جلية واضح للعيان يقطع بأنها كذب. طيب لماذا يضعها؟ يضعها ليشكك الناس في دينهم، لأن الناس إذا سمعوا هذه الأحاديث الموضوعة ظاهرة البطلان والوضع شككوا في الأحاديث الصحيحة، كما يفعل اليوم في الإعلام عندما يذكرون بعض الأخبار التي يقطع الجميع كل من يسمعها بأنها باطلة وليست صحيحة، فيقولون الغرض من ذلك هو تشكيكك في الخبر الصحيح عندما تسمعه، لأنك إذا سمعت الخبر الصحيح قلت وما يدريني لعله من الفئة السابقة وهي التي هي من الكذب، إلا أن هذا كذبه مغلف ومتقن. ولهذا غرض الأساسي لكذب الزنادقة ولوضعهم الأحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم تحريف الدين أولاً، وثانياً تشكيك الناس في السنة النبوية. ولهذا يذكرون أحاديث أحياناً كما ذكرنا ظاهرة البطلان، وهذا هو الصنف الأساس في الوضاعين، أنهم أناس وضعوا أحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم ليريدوا بذلك تحريف ديننا. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. ومنهم من يتعمده تدينا كجهلة المتعبدين الذين وضعوا في الفضائل والرغائب. هذا هو الصنف الثاني، وهو مقابل للصنف الأول. الصنف الأول يضعون الأحاديث تنفيرا للناس من دينهم، هذا الصنف للأسف يضعون الأحاديث حسبة لله جل وعلا، يعني يضعون الأحاديث ويكذبونها ترغيبا للناس في الأحاديث، ولهذا وصفهم الشارح بقوله جهلة المتعبدين، لأنه لا يمكن أن ينصر دين الله جل وعلا بالافتراء على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن بعضهم لما خوف وحذر من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له حديثه صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، قال نحن لا نكذب عليه وإنما نكذب له. ولا شك أن هذه مغالطة وأنه جهل بالأحكام، إذ الكذب من أجل نصرة النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج عن كونه كذبا عليه فيشمله الحديث. ومنهم من يتعمده تعصبا كمتعصبي المذاهب ودعاة المبتدعة. التعصب أيضا من مدعاة وضع الأحاديث، لأن عادة المتعصب على فكرة، وهذه الفكرة إذا كانت لا أصل لها أو فكرة لا يجد ما يؤصل لها في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه سيضطر إلى وضع الأحاديث نصرة لمذهبه، خاصة للأسف المتعصبة المذاهب، سواء المذاهب العقدية أو المذاهب الفقهية. السجالات التي حصلت بين أصحاب المذاهب، وأعني المتعصبة منهم والجهلة تحديدا منهم، فإنهم يضعون الأحاديث، تجد الواحد مثلا يروي حديث لا سيكون في أمتي رجل أشد عليهم من إبليس يسمى محمد بن إدريس، يعني الإمام الشافعي، هذا ذما في التمذهب بالشافعي. والآخر يقول أبو حنيفة سراج أمتي، يذكره على أنه حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه يمدح أبا حنيفة
رحم الله أئمة الإسلام جميعا. فمثل هذا التعصب وأيضا لا شك أيضا الأفكار العقدية القدرية مجوس هذه الأمة وذم المرجئة وغيره، وإن كانت طوائف مذمومة لكن الأحاديث المروية في ذمهم بهذه الصورة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من الموضوعات. ومنهم من يتعمده اتباعا لهوى أهل الدنيا كغياث بن إبراهيم. منهم من يتعمده اتباعا لهوى أهل الدنيا، يعني تزلفا للولاة وللسلاطين، كما كالقصة التي سبقت معنا في لا سبق إلا في خف أو حافر، إلا في نصل أو خف أو حافر وزيادة الجناح، لكن كما سبق القصة لا تصح، لكن لها شواهد للأسف أخرى أنه يوضع الحديث تزلفا للسلاطين. ومنهم من لا يتعمده بل يقع منه توهما وغلطا. وهذا أمر مهم، وهو أن الكذب يمكن أن يحكم على الحديث بأنه موضوع ولا يحكم على صاحبه بأنه وضع وأنه كذاب، لأن الخطأ قد يوقع الإنسان في الكذب وهو ليس كذابا. فأحيانا نحكم على الحديث بأنه موضوع وصاحبه ليس وضاعا لأنه وقع فيه على سبيل الخطأ. مثال ذلك القصة التي ذكرها الشارح، وهي قصة حصلت لثابت بن موسى الزاهد، يلقب بالزاهد لورعه ولعبادته يعني تزهده ونحو ذلك. ثابت بن موسى الزاهد دخل يوما المسجد فوجد شريك يروي يريد أن يحدث جالسا في مجلسه ويحدث أصحابه. فشريك رحمه الله قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بثابت يدخل. فلما رفع رأسه شريك وقعت عينه على ثابت بن موسى، لما رأى وجهه ووضاءة وجهه وعليه بهاء المتعبدين وحسن سمتهم قطع الكلام وانصرف عن الحديث وقال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. يصف من؟ يصف الداخل وهو ثابت بن موسى. ثابت بن موسى وهو الداخل ظن أنه يروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم بالإسناد السابق، فصار يحدث به يقول حدثنا شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، وهو ليس حديثا لأنه إنما هو كلام من قبل شريك ذكره لما وقعت عينه على ثابت بن موسى. هنا سنحكم على الحديث بأنه موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم، ولن نتهم ثابتا ولا شريكا بأنه كذاب، لأن الأمر لم يكن عن عمد. ولهذا يقول المصنف ومنهم من لا يتعمده بل يقع منه توهما وغلطا، وهذا يعني يأذن أو يمكن أن نحكم عليه بالوضع لكن الراوي ليس وضاعا، نحو حديث ابن ماجه عن إسماعيل عن ابن محمد الطلحي عن ثابت بن موسى الزاهد عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعا من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. قال أبو حاتم الرازي كتبته عن ثابت فذكرته لابن نمير فقال الشيخ يعني ثابتا لا بأس به والحديث منكر. الشيخ لا بأس به، ثابت بن موسى لا بأس به في الرواية والحديث منكر، يعني لا يمكن أن يقبله. قال أبو حاتم والحديث موضوع. حديث موضوع، هذا تصريح من أبي حاتم بالحكم على الحديث بأنه موضوع مع شهادتهم لثابت بأنه ليس كذابا لا بأس به. وقال الحاكم دخل ثابت بن موسى على شريك بن عبد الله القاضي والمستملي بين يديه وشريك يقول حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر المتن، فلما نظر إلى ثابت بن موسى قال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، وإنما أراد ثابتا لزهده وورعه، فظن ثابت أنه روى هذا الحديث مرفوعا بهذا الإسناد،
فكان ثابت يحدث بهذا عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر. وقال ابن حبان: وهذا قول شريك قاله عقب حديث الأعمش عن أبي سفيان عن جابر: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم. يعني هذا هو الحديث الذي كان شريك يريد أن يسوقه بهذا الإسناد: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم، عليك نوم طويل. فأدرجه ثابت في الخبر، ثم سرقه منه جماعة ضعفاء وحدثوا به عن شريك. إذن أدرجه ثابت، الخطأ إذن من ثابت، فلما روى هذا سرقه منه بعض الضعفاء فصاروا يحدثون به عن شريك، وهذا يعد نوعا من أنواع الوضع، فنحكم على الراوي بأنه وضاع لأنه سرق الحديث وزعم ركب له إسنادا آخر وهو وادعى سماعه من شريك لكنه لم يسمع. واعلم أن تعمد وضع الحديث سواء كان في الترغيب والترهيب أو غيرهما حرام بإجماع من يعتد به. وهذا كما سبق أنه من هناك طائفة من المتعبدة يضعون الأحاديث حسبة واحتسابا للأجر، لكن هؤلاء لا يعتد بهم لأنهم من الجهلة، وإجماع أهل العلم على أنه الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم حرام سواء كان في الترغيب والترهيب أو في غيره، خلافا للكرامية فإنهم جوزوا الوضع في الترغيب والترهيب والزهد، وأن رواية الموضوع حرام على من علم أو ظن أنه موضوع إلا مع بيان أنه موضوع. وأيضا إذن وضع الأحاديث حرام، وأيضا رواية الحديث الذي تعلم أنه موضوع يحرم عليك إلا مقرونا ببيان وضعه. فلا يجوز لمسلم أن يذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنه موضوع أو حتى يظن ذلك. ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حدث عني بحديث يرى أو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. يعني وضبطت بالوجهين: يرى أنه كذب يعني يقطع بذلك ويعلم، أو يرى يعني يظن. فمن روى حديثا يظن ويخشى أن يكون موضوعا فهو شريك للواضع الأصلي، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهو أحد الكاذبين، الكاذب الأول وهو الواضع الأصلي، والكاذب الثاني هو من روى هذا الحديث مع علمه بوضعه أو مع عدم تيقنه بأنه ليس موضوعا. نعم، لا هذا بالعكس، ولهذا نص غير واحد من أهل العلم أنها مثل هذه الأحاديث يعني هي نص في الخطباء. والهيثمي المكي يعني ذكر أن الخطيب الذي يصعد على المنبر ويذكر أحاديثا لا يعني لا يدري هل هي صحيحة أم لا، أنه مستحق للتنكيل به، وأنه يعزر تعزيرا شديدا لأنه يذكر أحاديث ولا يتأكد من صحته. فالواجب على الخطيب بالذات، لأن الناس يثقون فيه ويسلمون أمرهم إليه ويظنون أن من صعد المنبر هو أهل له، فعليه أن يتثبت يسأل قبل أن يورد أي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لم يكلفه الله بذلك. وأن الواضع المستحل للوضع كافر، وغير المستحل مرتكب كبيرة، وعند الشيخ أبي محمد الجويني كافر. نقل عن الإمام أبي محمد الجويني رحمه الله تكفيره لمن كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا خلاف المتعارف عليه وقول عامة أهل العلم، لأنه كبيرة من الكبائر، لأن التعريف المستقر للكبيرة هو الأمر الذي توعد عليه بالعقوبة سواء في الدنيا أو في الآخرة. ولا شك أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم فليتبوأ مقعده من النار هذا توعد بالعقوبة في الآخرة، فالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كبيرة. ما لم يكن ذلك إما استحلالا للعمل، ولا شك أن من استحل الحرام فهو كافر، أو يكون
وضعه للحديث يستلزم تحليل الحرام أو تحريم الحلال. فمن وضع حديثا على النبي صلى الله عليه وسلم ليحل الحرام أو ليحرم الحلال فلا شك أنه حينئذ يمكن أن يوقع عليه حكم التكفير. ولهذا بعض أهل العلم تأول عبارة الجويني رحمه الله وحملها على ذلك، يعني ليس كل كذاب يكفر، إنما من كذب كذبة على النبي صلى الله عليه وسلم ليحل الحرام أو ليحرم الحلال، فيكون تكفيرنا له بسبب تحليله الحرام أو تحريمه الحلال لا لكونه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وإن يكن لكونه متهما فسمي بالمتروك ما له انتما ما له نما، وإن يكن حصوله لكثرة غلط أو لفسق أو لغفلة فذلك المنكر عند طائفة، وقد يكون الطعن للمخالفة أو سوء حفظه أو الجهالة بحاله أو وهم أو لبدعة. قال الشارح رحمه الله تعالى: المستتر في يكن والبارز في حصوله للطعن وفي لكونه، يعني إذن وإن يكن الطعن لكونه، يعني لكون الراوي متهما فسمه حديثه بالمتروك ما فسمي بالمتروك ما نماه ما له نما، وفي لكونه وحفظه وحاله للراوي المفهوم وحاله المفهوم من الكلام، وفي له للمروي واللام زائدة مقوية. ما له نما الأصل أن نما يتعدى بنفسه فيقال ما نماه، لكنه عداه باللام فقال ما له نما، واللام هنا زائدة والزيادة دائما للتقوية. يعني أن من أقسام المردود للطعن المتروك، وهو ما يكون راويه متهما بالكذب وفي حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكونه معروفا بالكذب، وهذا ملحق بالموضوع أو شبيه الموضوع، لأن المتروك حكمه أنه لا يتقوى ولا يقوي ووجوده وعدمه سواء، فكأنه موضوع لكنه ليس الموضوع تحديدا. نعم. كحديث صدقة الدقيق عن فرقد عن مرة الطيب عن أبي بكر، وحديث عمرو بن شمر ابن شمر عن جابر الجعفي عن الحارث بن عن علي. هذا مثال للراوي المتروك أو الراوي المتهم بالكذب كصدقة وعمرو بن شمر ونحوهم، فإنهم يعني من أسوأ الأسانيد، كما يقال أصح الأسانيد هذا من أضعف الأسانيد، وهي مثال للأحاديث المتروك. نقف هنا ونكمل في الدرس القادم إن شاء الله. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. غفر الله لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وجزاه الله عنا وعن المسلمين خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأسهل.